أشاد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان أشاد بما حققته مملكة البحرين من إنجازات على صعيد صون وحماية حقوق الإنسان والتعايش السلمي. وأكد العسومي خلال ترأسه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان أن هذه الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين تأتي امتدادا لنهج المملكة الراسخ والأصيل المستمد من قيمها الحضارية والإنسانية. نشيد بما حققته مملكة البحرين من إنجازات على صعيد صون وحماية حقوق الإنسان والتعايش السلمي الذي بات صناعة بحرينية والذي يعد ترجمة لتوجيهات وقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظ الله ورعاه، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله، وامتداد لنهج المملكة الراسخ والأصيل المستمد من قيمها الحضارية والإنسانية، ونشيد باللفتة الأبوية والكريمة بالعفو الشامل والإفراج عن بعض المحبوسين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم. هذا القرار الإنساني لجلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه لدعم منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.